طيب ممكن نبدأ كده مع حضرتك الأول، يعني تحكي لنا كابتن أحمد القصة بدأت معاك إزاي؟ يعني إزاي أصلا فكرت إن حضرتك تهتم بفكرة الحمام الزاجل وبعدين أخش فكرة المسابقات والاتحاد؟ يعني خلينا نعرف بدأت منين. كان عندي أصحابي وناس جيراني بيربوا حمام. ممكن صوت حضرتك كان بس. عندي يا فندم، كان عندي أصحابي وناس جيراني بيربوا حمام، فبدأت كأصحاب بنخرج مع بعض، رايح فين راح أشوف الحمام، فبدأت أروح أتفرج معاهم، فلقيت حمام اشكاله جميله جدا. لان الحمام انواع كتير غير الزاجل، كينج ولوكي والحاجات دي، انا بحب غيه حمام فوق سطوح كينج حمام هزاز، حمام غزار. فبدات اتفرج، فربيت جميع انواع الحمام، الى ان في 1990 عرفت ان في حاجه اسمها اتحاد لسباقات الحمام الزاجل، فبدات انضم اليه واشترك فيه. سبت بقى كل الحمام وبدات اربي زاجل بس. ومن يومها بدانا بقى نشترك في السباقات، والمنافسات كمان بتخلي فيه تحفيز لحضرتك ان عادك تشاركي وتطوري من ادائك وتطوري من مستواكي عشان تفوزي دايما وتكوني في المقدمه. طب وايه اللي مخلي الزاجل تحديدا مختلف عن بقيه الانواع، بدليل ان هو اللي كان بيستخدم زمان زي ما كانت نهاوند بتقول كده في المقدمه في حالات الحرب، الرسائل كانت بتتبعت والجواسيس كانوا بيشتغلوا برضه من خلاله، وحتى في ازمنه لاحقه يعني كان هو وسيله التواصل بقى قبل التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها. كنت بقول لها حتى ده كان واتساب المرحله. يعني ايه اللي بيخلي الحمام الزاجل بصفه خاصه عنده التفرد ده وتمرينه اصلا؟ يعني الحمامه ازاي بتفهم ازاي؟ يعني عايز اعرف. هو سبحان الله دي الفطره اللي ربنا فطره عليها، انه بينتمي جدا لمكانه. حلو. يعني مكانه بيته ده يموت علشان يرجع. يعني بيجي لنا حمام ساعات من السباقات فيه اصابات مميته، لكن بيصمم على العوده والرجوع. احنا بالنسبه لنا الفتره دي بناخدها بنطورها بحيث انه بيرجع لمكانه اسرع، لان حمامنا حمام سباقات مش عوده. يعني حضرتك ممكن تاخد الحمام، حضرتك ساكن في القاهره تاخده ترميه مثلا من اسيوط، ما يرجعش وخلاص، يرجع بسرعه سابق زمايله. بنمرن الحمام كل يوم فوق البيت من ساعه لساعتين عشان يبقى عنده لياقه بدنيه عاليه. بنبدا التدريبات معاه تدريجي، بنستخدم له مكملات غذائيه كتير. العلم احتار ازاي الحمام بيقدر يرجع لبيته. بالزبط. في راي كان بيقول انه دماغه فيها جي بي اس بيحدد الشمس. دماغه فيها جي بي اس، ودي ممكن تكون يعني ده الاقرب للحقيقه. لان هم لما حطوا مغناطيس على دماغه وربطوه وغموا عينيه الاول، رجع جنب البيت. رجع بيت جنب البيت. يعني هو عشان الدرجات دي كان فيه يعني دقه. يعني قرب لما حطوا له مغناطيس تاه. ارتبك فما فيش تفسير واضح، لكن ده الاقرب للحقيقه. هو